منين كتدوز بزاف ديال المحن في الحياه كتكتشف ان المشروع الوحيد اللي ممكن تعطيه وقتك كامل ما تضيعش الوقت فيه هو انت. انت هو السلاح الفتاك، انت هو الانسان اللي خصو ينفيسي الوقت في راسه، لان من الخبرات ديالك ومن التجارب ديالك كتلقى ان في اصعب اوقاتك كتلقى الله سبحانه وتعالى والديك. هذوك الزمره ديال الناس اللي ضيعتي معاهم الوقت قليل فاش يصدق لك شي واحد. ما تراهنش، تحاولش تراهن على شي واحد. واش انت ما راهنتيش على نفسك كتسنى الناس يراهنوا عليك؟ ابدا. الحل يا صديقي هو انك تراهن على نفسك وتعرف ان التغيير يحتاج للوقت، وانك الا بغيتي تكون شي فيرسيون واعره منك خاصك تضرب تماره، تعاني تضرب تماره، خاصك لا ديسيبلين، خاصك برنامج يومي وبرنامج اسبوعي وبروغرام ديال 3 شهور و 6 شهور والعام، وخاصك النفس طويل، لان الفيرسيون ديالك الاولى الخايبه بنيتيها في سنين، فما تجيش تبغي الفيرسيون 2 في عام ولا عامين تقاتل وتشوف النتائج من بعد. ان شاء الله لي فراس. السلام عليكم.